كنت كنستناه يكبر لي بالليل والنهار، كنت كنستناه يقول لي ماما، كنت كنستنى على حسب له فوقاش كيطلع السنان. ما عرفتش علاش الارواح ديال الناس عندهم هنا ما كتساوي والو، ما عرفتش، ما بغي ما كرهتش كما قال بابا نشوف ولدنا كيلعب كينقص، ما كرهتش يكون مع اختو دابا اختي ما كرهتش يكون مع اختو. عطاني الله وليد وصيبه بالسرطان بالعام الاول ديالو، اكتشفنا له المرض عفوا مبكر، تجانا السبيطار ديال الدوله بحكم على ان ما كاينش موارد ماليه باش نغطي المصاريف اللي كيكلفها المرض، فاذا بنا جينا السبيطار اجراءات في الاول طبيعة الحال طويله، عاد كتوقع عاد بدا العلاج يعني حتى تم التشخيص وداك الشيء، ودوزنا مجموعه ديال الحصص وصل 7 الحصص ديال الشيميو، وما ادراك ما الشيميو كيعرفوا الناس. ولات كرشو كثر من الدري كامل، الدري ولات كرشو في الورم ولات 28 سنتيمتر على 23 على 18، ما يقبلهاش العقل، كاين في كريش ديال الوليد عبد العامين ما يقبلهاش الدماغ. ايوا فاذا بنا عاوتاني عاود الدوزي هنا جريص وكذا، دوزنا شويه الشيميو، كان داك الشيميو الحمد لله في الاول كان ارحم، ارحم من داك الشيء اللي كان في كرشو بدا الوليد كيتفش ولا غيتعسر شويه، وصلت العمليه دوزنا العمليه ما تكلش بالنجاح، ما شاء الله ما كتبش. وعندك شي على الاثر اللي كيعاني من الدري، الوجع الحراره كتطلع عليه ما كياكلش ما تيشربش، يعني هادشي تيكلف معاناه حقيقه لا نفسيه ولا ماديه ولا جميع النواحي. المشكله ديال ولدي حالته، انا المرض ديال السرطان ديالو اكتشفته بواحد المرحله مبكره، مي مع الاجراءات مع المشي هنا جي هنا التحليله، هي مشات لفرنسا، ها هو شهر ونص ها تدهورت الحاله ديال الولد، وكما قال بابا عملنا العمليه وما تكلتش بالنجاح، ودابا حنا كنناجدوا اننا نعملوا العمليه الثانيه، ولكن ما كاينش اللي يساعدنا، ما كاينش اليد المساعده باش تساعدنا باش نجدوا هذا الوليد نقدوه، هو صنعنا فيه جميع الاحلام ديالنا. المشكل كاين واحد المشكل ديال الطبيب الحقيقه في المغرب، بلا ما نعبر عليه، راه الراي العام المغربي كما تعرفوا راه دون المستوى، ماشي مستوى متوسط بل دون المستوى. وبعد العمليه الاولى بقينا كنتبعوا معها حصص، دوزنا حصتين ديال الشيميوثيرابي، فاذا بالمرض يعود بقوه اكثر من سميتو، جبنا ملي جينا خذوا لينا مواعيد على ان باش نديروا واحد العمليه اللي كيسميوها زرع النخاع الغدمي، درنا راديو كيدير 12000 درهم، درنا سكانير، درنا سينتيغرافي، درنا سميتو ديال القلب، التخطيط ديال القلب والايكوغرافي ديال القلب ب 1200 درهم. في الاول انا التجأت للسبيطار ديال البنورش في الدار البيضاء وجبت ولدي، كان ممكن العلاج ديالو في واحد المده قصيره، ممكن ما تزاوجش شي 4 شهور حسب داكشي اللي قالت لي واحد البروفيسوره تما، قالت لي ما تزاوجش شي 4 شهور ديال العلاج. بقى الدري هكا كبر فيه الورم، بداو طلبه كيجيو تيبقشوا فيه، ما عرفتش انا واش عندي دري ولا فار ديال التجارب، يعني ما عرفتش انا الدري واش جبتو يتعالج ولا جبتو يديروا فيه اختبارات ديالهم الله اعلم. وحتى تفقمت الحاله ديال الدري، ولا الدري كرشو كبيره وهذه من في الاخر ما بغيتش عاوتاني نعطيهم الدري باش يديوه يقراو عليه الدراري ولا يدوزوا على امتحانات وداك الشيء، ديك الساعه التجاو باش خباو لي الدوسي، بدا كيقول لي الدوسي ديالك تودار، ما عرفت انا ما ندير، لقيت راسي مضطر ديك الساعه نشوف شي حل اخر، التجأت لسبيطار اخر في الرباط مركز الشفاهي ديال ابن سينا. جيت عاوتاني لقيت نفس المعاناه اللي لقيتها تما، يعني ما دخلت الا بالوسيطه كما دخلت في نورج، وعاودت الدوسي ديالي من الاول حتى الاخر، عاود ضروري في الاداره التماطل سير ورجع باش تدخل تشوف البروفيسور ولا تشوف الملف ديالك وتسول على حاله ولدك ولا شي حاجه، ضروري خصك كما كيقولوا خصك تدهن، ضروري خصك تدخل الباب تعطي، فهمتي الماجور كيطلب الكونسيج في الباب، خصو الناس سيكوريتي خصهم، المهم ما عرفناش حنا لما نقدوا هاد الفلوس اللي عندنا دابا راه اللي عطانا الله، واش نعطوا بها لهذوك الناس ولا غادي يدوا نمشيو نعالجوا ولادنا، ما عرفناش شنو هادشي كيفاش غنديروا في هادشي.
ما دابا واخا نبغي نوصف المشاعر ديالي ما نقدرش نوصلها كما كيف ما هي كما كنحس بها. واش كيفاش بغيتي نكونوا حنا ولدي كيتلطى في الارض كيضرب راسو كيضرب راسو في الارض كيشتخ راسو كيقمش وجهه لولدي يا العامين الحشومه. عيب 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 عار على هذا الشعب، عار على هذا الوطن. لو كنت العمليه درت المره الاولى في سميتو داكشي اللي خص الدار به يعني كاستئصال الكليه او بحال هكا كان ممكن ولدي يتحسن وشوفوا ولدي كيلعب تيتحرك سميتو يقول بابا ويغوت على ماما ويلعب مع وليداتو مع عفوا مع وليدات بحالو داكشي. ولكن هادشي لقيت العكس من هادشي الحمد لله الحمد لله. راه جبتو تقريبا هادي 20 يوم هو في السبيطار. الدري نهار الاول دخلتو تيلعب الكره والله العظيم دخل الشمر كيلعب الكره كيدوي معايا بابا كيقول لي يابا شوف انا تنلعب الكره ايوا دوسي ما انا صافي الدري ما بقاش صافي بقاش تيتحرك الوجع صافي كيف كيتناول هذيك الجرعه ديال الدواء عاوتاني كيولي ينعس. الدري ما كيف بحال ما يكون ما تيشرب تنوليو تنشربوه بالبيبيت ولا بالليسورين تنشربوه بالزز باش نحافظوا نحاولوا نحافظوا على لا الكليه اللي بقات له لا اللي بقى في صحته ان شاء الله. الولد كيبقى بالجوع حتى ثلاثه ديال العشيه على اساس انه باش يعمل العمليه. في الاخر كيقول لك ما كاينش ما كاين والو دي ولدكم ما كاينش ما صافي الاطر مشاو بحالهم ما كاين والو مشاو بحالكم عادي. وانا ولدي كيبقى بالجوع نهار كامل كيغوت بالجوع كيغوت بالوجع عادي ماشي مشكل. اضافه ان جا ناقص دم الله باش يعمل دوموند ديال الدم بقى يومين عاد جا الدم. الولد في واحد الحاله ما تقدرش تشوفها ما كيقدرش يوقف من كثر ان ما كاينش الدم في الجسد ديالو لان المرض ولا قوي وكبر كيضطر يعاودوا له العمليه لاستئصال الكليه مع الورم اللي كاين معاها. وقع تماطل عطاونا النهار الاول ما درش عمليه قالوا لنا تلغد ليه جينا الغد ليه ما دارش العمليه قالوا لنا الغد ليه. احنا دابا تنتظروا كما كنشوفوا احنا جالسين في الزنقه تتسناو ما كاين ساكن يعني كنجيو عند الحباب عند العائله شي لا طلع. دابا انا هنا كناشد سيدنا كناشد جلاله الملك باش يشوفنا شي حل. واخا هو اليد الواحده لا تصفق ولكن حنا كنجبر هو اخر واحد اللي نقدر هو اول واحد واخر واحد اللي نقدر نستنجدو دابا في هذه الحاله هذه. حنا عيينا لا ماديا ولا معنويا ولا من جميع الحالات. انتما كتشوفوا حالتنا هنا رضيعه ديال 3 شهور جالسين بها في الزنقه والشمس والبرد وحنا ماجين بها. اضافه الى المعاناه ديال الطريق كل ما كيشوفني او كيسمعني او كيشوف الحاله ديالنا انه يشوفنا شي حل لهذا الوليد الله يجازيكم بالخير. تنحيو صاحب الجلاله الملك محمد السادس على المجهودات اللي تيقوم بها من اجل باش يقدم هذه البلاد ويزيد بها لقدام. الله ينصره الله يحفظه الله يعاونه. وعلى الخطاب بخصوص الخطاب اللي قال اخيرا في البرلمان على الاداره العموميه راه ما كتستقبلش المواطن ما كتعاملش مع المواطن ما كتقضيش المصالح ديال المواطن بالطريقه اللي خصها تقام بها. كذلك في المستشفيات ما كاينش من هذاك الشيء كامل ما كاين من والو ما كاينش تطبيق ولو بنسبه قليله ما كايناش. وكنحيوا سلمى حتى هي قامت بمجهودات كبيره حلت مراكز استشفائيه المراكز لعلاج هذه الامراض. الله يجزي المغاربه كاملين الله يجزي المسلمين كاملين الله يجزي. ولكن العاملين للاسف العاملين في هذه المستشفيات قلال من ناحيه صراحه نقولوها قلال. وفي نفس الوقت ما كايناش معامله ما كاين استقبال حار ما كاين المهم ما كاين ما يعجبو صافي ما كاين ما يعجب. كتمشي ديما كتلقى الاستفزاز ديما التماطل في اي حاجه الاستفزاز في اي حاجه تقريبا في اي حاجه ما شاء الله وصافي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.